السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة النظام الحديث للعام الدراسي 2021. النهاردة هنشرح يونت 3، هنحل كل التدريبات اللي على الفوكابلري اللي عليه، هم 75 جملة على الكلمات وهنشرحهم واحنا بنحلهم، وكمان عندنا حوالي 57 جملة على الجرامر هنشتغلهم مع بعض ونوضحهم ونشرحهم. خد بالك في جمل ماكرة وجامدة جدا في التدريب النهارده، زي الجملة 37 و17 و27، وفي جمل حلوة كتير قوي عايزك تركز معايا فيها. هنبدأ بسم الله. يلا، أول جملة بيقول the students who complete the course successfully، الطلاب اللي هيكملوا الدورة بنجاح will be awarded a diploma، يعني هيمنحوا دبلومة. يبقى هنا awarded، دي اول جمله. الجمله الثانيه بتقول محمد صلاح has been، محمد صلاح كان ايه؟ كان positive role model، يعني قدوه ايجابيه. كلمه positive هنا ايجابي، تمام كده. الجمله الثالثه بتقول women have now taken on many، النساء دلوقتي شغلوا ماشي many roles، كتير من الادوار اللي كانت للرجال قبل كده. الجملة الرابعة السكرتيرة بتشعر ان عملها isn't fully، مش بشكل كامل appreciated. كلمة appreciated مقدر، يعني مش مقدر شغلها ماشي من المدير، عشان كده هي frustrated يعني غاضبة. يبقى السكرتيرة مش حاسة ان عملها مقدر تقديرا كاملا من المدير، لذلك هي غاضبة. كل الحكومات تحتاج ل strong government، حكومة قوية عشان تقود الدولة أثناء إيه بقى؟ economic problems، في أثناء المشاكل الاقتصادية. ستة، المغني قرر أن نقط after being with، بعد ما كان جزء من فريق لمدة 10 سنين، إنه go solo. solo يعني يذهب للعمل منفرد، يبقى go إيه؟ solo. solo يعني منفرد. الإعلان بيقول إن المتقدمين للوظيفة، كلمة أبليكانت متقدمين للوظيفة، لازم يكون عندهم فاليد، وكلمة فاليد معناها ساري يعني شغال، درايفنج لايسنس يعني رخصة قيادة سارية يعني مش منتهي. رقم 8، أثناء his long career، حياته المهنية الطويلة في كرة القدم، حسام حسن كسب كثير من الجوائز والتكريمات. طبعا هنا بتكلم على الكبير لانه كان لاعب كوره ومدرب وما الى ذلك. يوجد سترونج نقط فور تيكينج اكشن، سترونج نقط فور تيكينج اكشن اجينست، ضد ذا بيلد اب اوف جرين هاوس جاسس. هنا بيلد اب دي بمعنى ازدياد او اشتداد، جرين هاوس جاسس اللي هي غازات الصوبه الزجاجيه اللي هي بتعمل احتباس ايه حبايبي. يبقى سترونج ارجيومنت، ارجيومنت هنا بمعنى جدال. عادل امام واحد من ذا موست respected، محترم، actors in Egyptian and Arab comedy، في الكوميديا العربية والإيه والمصرية، يبقى respected actors. هم غادروا، تركوا البيبي سيتر، جليسة الأطفال، in charge of، in charge of يعني مسؤولة عن الأطفال لما راحوا السجن. عمتي أو خالتي has been employed in nursing، شغالة في التمريض لعدة سنوات ودلوقتي عندها خبرة كبيرة في أو خبرة طويلة في العمل في المستشفيات. الدكاترة دايما بيحاولوا إن هم يجدوا effective new treatments، يعني إيه effective فعال؟ وtreatments علاجات للأمراض، يبقى علاجات جديدة فعالة للأمراض. هي تركت المدرسة في سن 16 سنة بدون ما تحصل على اكاديميك كواليفيكيشنز، يعني مؤهلات اكاديميه. لسوء الحظ، unfortunately لسوء الحظ، المبنى الجديد isn't really نقط for wheelchair، isn't really suitable، مش مناسب suitable for، مناسب لي wheelchair users، مستخدمي الكرسي بعجل، يقصد المعاقين. المستشفى الرئيسيه في المدينه has a staff، staff يعني فريق عمل، بتتنطق كده staff، فيها حوالي 150 شخص ماشي، ده فريق العمل. خد بالك من الجمله 17، جمله ماكره، road accidents حوادث الطرق are the
of driving too fast and carelessness. كتير جدا هيتلخبط ويقول لي كوز عشان في اوف. خالص هي ريزلت اوف. معنى الجمله بيقول ان حوادث الطرق ناجمه عن، خدت بالك؟ ناجمه عن او نتيجه لي القياده السريعه جدا المتهوره والاهمال. خدت بالك من الجمله دي؟ طيب نكمل. ذا نقط انسبكتورز، ذا انسبكتورز يعني المفتشين، كريتيسايزد انتقدوا الطرق او طرق التدريس للاطفال في المدارس الابتدائيه. انسبكتورز هنا المفتشين. بهذا البريمت، بهذا التصريح، يبقى بريمت يعني ايه؟ تصريح. مستر حمدي، الاستاذ حمدي يقدر يشيل الجن او السلاح بتاعه اني وير انسايد ذا كانتري، في اي مكان داخل البلد. يبقى بريمت يعني تصريح. الجمله 20، الاطفال لازم يطلبوا their parents permission. كلمه permission بقى يعني اذن. يبقى قلنا فوق بريمت تصريح، لكن permission ايه؟ اذن، اذن الوالدين قبل ما يتصلوا بالتليفون. He was not determined. Determined يعني مصمم، هو كان مصمم على انه ما يرتكبش نفس الاخطاء او ان اخطائه لا تتكرر. الجمله رقم 22، احنا عايزين ان تلامذتنا يصبحوا useful and responsible، يعني مفيدين ومسؤولين. اوكي؟ طب members افراد، يبقى افراد مفيدين ومسؤولين لايه؟ ومسؤولين ومفيدين لمين؟ of society، للمجتمع بتاعنا. يبقى كلمة society اللي هي معناها مجتمع. التدخين لم يعد يعتبر socially acceptable. فين acceptable؟ نمرسين. acceptable by many people. في ناس كتير دلوقتي يعني بتستهجن جدا التدخين في الأماكن العامة. 24، يوجد العديد من soldiers، الجنود يحرسون البوابات الرئيسية للمدينة. يبقى soldiers هي هنا الإجابة. نظام حياة صحي بيشمل إن أنت يكون عندك nutritious diet، إن يكون عندك نظام غذائي سليم، و good personal إيه بقى؟ hygiene، نظافة شخصية جيدة. أنا عجبني الجرافطة الزرقاء اللي انت لابسها، ذا كلر، اللون سوتس يو، بيناسبك جدا وماشي مع القميص. سمير، خد بالك من الجمله 27 دي برضه ماكره شويه. سمير از لايسنسد، لايسنسد يعني مصرح له انه يسوق عربيه مش لوري. انتوا عارفين في رخصه درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، فاللي معاه رخصه لقياده السيارات العاديه مش من حقه انه يسوق مثلا السيارات النكل. فهنا لايسنس يعني مرخص ليه انه يسوق عربيات مش لوريات او سيارات نكل. 28، انا شعرت ان مش بصحه جيده، مش بلياقه جيده، ماشي؟ بعد الامتحانات طبعا كان قاعد كتير، شهر مثلا بيذاكر وياكل وينام ومفيش حركه، عشان كده انا قررت ان انضم لجيم، يبقى جوين جيم. ضع الكرة في المكان أو الوضع المناسب، right position، تمام كده؟ التكنولوجيا الحديثة has improved، حسنت من حياتنا عن طريق الاختراعات المفيدة. بعد التخرج الدكتورة عائشة عملت كـ research assistant، مساعد باحث. المصنع الجديد in our town employees، بيوظف أكثر من 1000 عامل. بالرغم من كل واحد في أسرتنا بيشتغل أو بيعمل بجد very hard، we aren't wealthy family، إحنا مش عيلة ثرية. التعب ممكن يأثر بشدة، affect seriously، يأثر بشدة على قدرتك، your ability to drive، قدرتك على القيادة، تنعس وأنت سايق يعني. العلماء بيأملوا أن يجدوا دواء كيور او علاج لكل انواع السرطان يوما ما. الشركه دائما تدرب ترينز الطاقم العمل الجديد نيو ستاف على ان يستخدموا انظمه الكمبيوتر. برضه الجمله 37 فيها حته مكبه او خد بالك معايا، بيقول ان المحامي ذا لاير argued for، جادل من اجل
ريدكشن. كلمة ريدكشن هنا معناها تخفيض. إن ذا سنتنس، كلمة سنتنس يا شباب مش معناها هنا جملة خالص، دي معناها عقوبة. أوف هيز كريدت، للعقوبة اللي جات للعميل بتاعه. يعني مثلا جات له غرامة مثلا 100,000 جنيه، هو عايز يقلل الغرامة مثلا ل 20,000 30,000 وهكذا. فهمت هنا معنى الجملة؟ التدريب والطعام الجيد بيكونوا essential، ضروريين to health and physical fitness، ان انت يبقى عندك صحة جسدية وبدنية جيدة. يبقى هنا اخترنا كلمة ايه؟ فلورنس نايتنجيل could introduce، قدرت تقدم افكار جديدة في التمريض وعلاج الجروح، wounded people، الناس الجرحى. 40 I have very poor technical skills، يعني انا مهاراتي التقنية، يقصد هنا مهاراته في الفك والتركيب والحاجات دي قليلة جدا او ضعيفة. could you help me fix my computer، ممكن تساعدني على اصلاح جهاز الكمبيوتر بتاعي. فوتبول اند جولف ار اكزامبلز اوف، الفوتبول والجولف، كره القدم والجولف بيكونوا امثله دي جيمز. ركز معايا في الحته دي اشرح لك حته جرامر مهم. كلمه اوت دور دي صفه بمعنى خارج المنزل، ماشي، وان دور صفه بمعنى داخل المنزل. دايما اوت دور لازم يجي وراها كلمه، يعني اقول اوت دور جيمز، طبعا هنا الاجابه اوت دور. لكن لو كنا بنتكلم على لعبه زي تشيس مثلا، الشطرنج، كنا هنقول عليها ايه؟ اندور جيمز. طب لو قال لي بقى اوت دورز، هنا هيحول البارت اوف سبيتش بتاع الكلمه، هيحولها من صفه لحال. يعني ممكن ساعتها تقول مثلا ايه؟ اي سبنت ذا وول داي، انا قضيت اليوم كاملا اوت دورز، خارج المنزل. خدت بالك من الحته دي؟ فهمت الفرق بين اوت دور واوت دورز؟ تمام. طاقم عمل الشركه عنده ريجولار ميتينجز، يعني لقاءات منتظمه عشان يناقشوا اتشيفمنتس، الانجازات والمشاكل، بروبلمز. لما الاطفال توقفوا عن الغناء، everyone their hands clapped، صفق بايديه ليهم in admiration، في حاله من الاعجاب. The conservative party اللي هو حزب المحافظين، ده حزب معروف في انجلترا وهو دلوقتي متولي الحكم بقاله عده عقود، فحكم، هتبقى governed England for the last decade، decade العقد الأخير، العقد اللي هو 10 سنوات، decade. الشرطة الآن بتعمل إيه؟ inspecting، inspecting يعني بتفتش أو بتفحص the crime scene، مكان الجريمة اللي اتقتل فيه شخصين. The audience، الجمهور، وسو نقط of the band، كان الجمهور appreciative، مقدر جدا للفرقة الموسيقية لدرجة انه قعد يسقف لمدة 10 دقائق بعد انتهاء العرض. انت لازم تظهر مزيد من ايه؟ You should be more respectful of other people's points of view، يعني لازم تظهر مزيد من الاحترام لآراء الناس الآخرين، أو تكون أكثر احتراما لآراء الناس. هي هتبقى من المفترض انها تبقى ممرضه جيده لان عندها شخصيه بيرسوناليتي طيبه، طبعا مطلوب جدا انها تكون الممرضه انسان طيب، يبقى بيرسوناليتي. انا وجدت يونيفرستي ورك فيري ديفكت، وجدت ان العمل الجامعي صعب جدا، لكن العمل في الجامعه او العمل الجامعي، لكن الاصدقاء كانوا دايما انكاريجينج، مشجعين لي. أنا أفضل ألا أتحدث عن ذلك. It's something very personal، شخصي. أوعى تتلخبط ما بين دي ودي. Personal دي شخصي، أما personal اللي هي هيئة الموظفين. بعض الطلاب يحتاجون المزيد من encouragement، التشجيع. الشركة أعلنت من أجل نيو دايركتور، مدير جديد للتسويق، ماركتنج اللي هو التسويق. فريق ليفربول has given a very performance، impressive performance يعني اداء مبهر this season، هذا الموسم. وظيفة والدي takes up much of his life، يعني شغلت كتير من حياته. فلورنس نايتنجيل was born، خد بالك، into a wealthy family، لما تتكلم عن الأسرة هتستعمل into،
لكن لما تتكلم عن المكان او الزمان هتستعمل ايه؟ يوجد الكثير من الاشياء التي لا تستطيع فعلها اون يور اون بمفردك لوحدك. مدرس العلوم وصف او شرح عمليه البناء الضوئي، خد بالك اسمها بروسيس اوف فوتوسينثيسيس، عمليه البناء الضوئي ان ديتيلز يعني بالتفصيل، او ان ديتيل بالتفصيل. الصفه بيرسونال از سينونيم، هي المرادف لكلمه ايه؟ برايفت، او للصفه برايفت. الاثنين بمعنى شخصي او خاص. كلمه فيلر هي عكس كلمه achievement. achievement اللي هي معناها انجاز، يبقى فيلر فشل، لكن achievement معناها انجاز زي ما انتم عارفين. الفعل appreciate هيكون عكس ايه؟ this value، ده يقدر وهذا لا يقدر القيمه. كلمه suitable مشابهه في المعنى لكلمه convenient، convenient بمعنى مناسب برضه. Spanish is the official language، طبعا انتوا عارفين اللغه الاسبانيه هي اللغه الرسميه في امريكا الجنوبيه كلها ما عدا البرازيل بتتكلم برتغالي. دي معلومه ليك انت بس. المدير الجيد هو الشخص اللي بيعمل ايه؟ ابريشيت، طبعا دي كانت سنه 2011، بيقدر جهود موظفين. وان كان درايف، ما تقدرش تسوق عربيه بدون درايفنج ايه؟ لايسنس، رخصه قياده. انا معجب بالناس اللي كان تيرن نيجاتيف، ممكن يحولوا الموقف السلبي الى موقف ايجابي. الدكتوره عائشه عبد الرحمن ووز اويرد، منحت درجاتها العلميه في سنه 39. وي ماست تيك بوزيتيف ستيبس، لازم ناخد خطوات ايجابيه من اجل التعامل مع المشكله. I appreciate your support. أنا أقدر دعمك، أشكرك على مجيئك. زويد's work which had طبعا قلناها من شوية كتير taken up، استغرق كتير من حياته الشخصية، مازال عمله مقدر اليوم. My uncle is، خد بالك، in charge of، in charge of يعني مسؤول عن، بتساوي responsible for، تساوي إيه؟ responsible for، بس أنا طبعا في in و of يبقى على طول in charge of. كده خلصنا الجزء اللي على الكلمات، نخش على تدريبات الجرامر. ركز معايا بقى في تدريبات الجرامر، فيها اشياء كتير عاليه وهنهدى شويه في الشرح. الطالب الذي هو هاز كام فيرست، اللي طلع الاول. دايما لما تلاقي عاقل وفعل يبقى غالبا انت هتختار هو. their argument، جدالهم. which، الذي. continue، استمر اكتر من ثلاث ساعات، اتحل في النهايه، يبقى هنا which، تمام كده، جدالهم الذي. الجمله الثالثه، شهر فبراير is the month، ماشي، هو الشهر، يبقى when، ماشي، الشهر اللي بيجي فيه كتير من السياح عشان يزور مصر. الجمله الرابعه، the sweater، السويتر اللي والدي اشترى، which My father bought me، خد بالك قال bought me مش bought for me ولا to me، bought me على طول، يبقى هنا اخترنا ايه؟ which. مس علا، مس علا، اوكي؟ وفعل يبقى هو. شرم الشيخ is the resort، شرم الشيخ هي المصيف. We enjoy diving، يبقى where، حيث نستمتع به، دايفنج السباحه، الغوص اسف. خد بالك من الجمله دي، كتير من الطلبه ممكن يغلطوا ويقولوا where، يقول لك طنطا هي مكان، لا بس خد بالك قال طنطا is. هنا جايب فعل، يبقى طنطا ويتش، ماشي، يبقى لما الاقي مكان وفعل يبقى هستعمل ايه؟ ويتش. الشخص اللي عربيته اتسرقت، هنا علاقه ملكيه، يبقى هوز كار. العالم اللي اكتشف، يبقى هو. جدي بيقول ان هو فخور جدا لما بيفتكر اليوم، ها هنا بنتكلم عن زمن، يبقى وين، حيث او الذي فيه حصل على درجته الجامعيه. The boy that teacher punished، يبقى هنا هوم عشان الولد ده اوبجكت، المفروض ان هو مفعول، صح، هو اللي تلقى العقوبه، فاستعملنا هوم لان هوم هي اللي بتعود على مفعول، وكان يجوز برضو ان احنا نستعمل هوم، بس طبعا ما فيش الجمله. انا عايز اتكلم مع الشخص الذي، طب ما فيش هو، يبقى هنا ذات.
احمد حصل على افضل درجه في اللغه الانجليزيه، which حصوله على افضل درجه ده كله الذي كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي. هنا which عايد على جمله كامله. مدرسي يريد ان يعرف السبب، the reason why، السبب اللي من اجله انا دايما بتاخر. The shop didn't have، المحل ماشي ما كانش what we wanted، المحل ما كانش فيه ما نريد. هنا رد بمعنى ما او الذي. عادل هو صديقي، whose brother، اللي اخوه كسب مسابقه الشعر. كليوباترا التي كانت جميله جدا يبقى اخوه ماشي. لمياء اللي ابوها وز فادر اللي والدها يبان علاقه ملكيه. قصة لورد اوف ذا فلايز از استوري اللي فيها ان ويتش مجموعه من طلاب المدارس حصل لهم شيبريك، يعني غرقت سفينتهم على غرقت سفينتهم او طيارتهم على جزيره. الممرضه هنا فعل هو لوكس افتر يبقى هو. هاف يو سين، شفت وات اي بوت فروم لندن، وات ما اشتريته من لندن. هي سالتني انت كنت فين؟ to which ردا على هذا الكلام ما اقدرش اقول لك. قال لها انا مش هقدر اقول لك، يبقى to which ردا على العباره دي يعني. The person وادي does يبقى فعل يبقى هو. Women's day which ما دام عندك هنا فعل كلمه ماركس يعني يعلم او اذانا لبدء شيء معين او علامه على. اوكي؟ يبقى هنا هنستعمل معاها كلمه ايه؟ which. تمام؟ 25 امبارح اخويا وانا لعبنا ماتش طويل من التنس او ماتش تنس طويل وده خلانا تعبانين جدا. يبقى الجمله الكامله قلنا بنقول عليها كلمه ايه؟ ويتش. العام 1837 كان العام الذي وين فيكتوريا بيكام كوين اوف بريتانيا، اللي فيه بقت فيكتوريا الملكه فيكتوريا يعني ملكه بريطانيا. 27 الكسندريه My mother was born، يبقى اسكندرية حيث ولدت أمي، يبقى هنا هنستعمل where. لكن خد بالك الجملة 28 Alexandria is، يبقى هنا which، الإسكندرية التي هي ثاني أكبر مدينة في مصر، بتكون جميلة جدا بالأجازات أو رائعة. رنيم وادي ووز، أدي اسم إنسان عاقل وادي ووز، تمام كده؟ يبقى على طول هتختار هو. طبعا دي لعيبه سكواش مشهور. هم قالوا شيء كرول قاسي. I think they should apologize. خد بالك ان apologize بتاخد حرف الجر ايه؟ for. يبقى الحاجه القاسيه دي انا شايف ان هم لازم يعتذروا عنها، يبقى for which. رنيم كسبت جايزه في سنه 2015. طيب مكسبها للجايزه ده خلاها ايه؟ خلاها بقت رقم واحد بالنسبه للنساء اللي بيلعبوا سكواش. يبقى هنا برضو جملة كاملة يبقى ويتش. عملها توك اب اللي استغرق كتير من حياتها بين ايه؟ برضو الإجابة ويتش. واضح كده؟ كان روبرت هينسو، طبعا ده من شخصيات القصة المهمة، طبعا انت لازم تقرا القصة، لازم، مفيش حاجة اسمها هي ملغية، لا القصة للاطلاع والدراسه يعني لازم تقراها وتعرف ابطالها واحداثها، وانت تلاحظ ان كتاب جيم حطها لك في وسط التدريبات كتير. فبيقول روبرت هينزو كان واحد من السكس من الرجاله الايه؟ السته دول كانوا بيشتغلوا كده زي بودي جاردات او حراس شخصيين لديوك مايكل. وطبعا في عندك فيديو لشخصيات القصه موجود على القناه، وفي فيديو شرح للقصه، فبص عليهم عشان تبقى فاهم القصه بتتكلم عن ايه واقراها. المهم عشان نجاوب هنا، روبرت هينزو ده هو جاردد، وان اوف ذا سكس من هو جاردد، يبقى هو هنا عشان عندنا ايه؟ فعل بعدها. ما اسم المنزل؟ راسنديل اند هيز مين ستيد، اللي اقام فيه راسنديل هو ورجالته، يبقى حيث اقام يبقى هنا ايه؟ وير. طبعا راسنديل ده برضه بطل القصه. ذات از ذا هاوس، هنا البيت والممر بتاعه او المدخل بتاعه، يبقى هنا علاقه ملكيه يبقى هوز انترنس. خد بالك من الجمله دي قوي، زمان ذات باص از ماي براذر، الاجابه هنا هتبقى ايه؟ درايفنج. ليه بقى؟
قال لي هنا كان اصل الجمله زمان هو درايفز ذات باص از ماي براذر او هو از درايفنج. لما باجي احذف ضمير الوسط اللي هو هو وفي عندك هنا يونت انا شارح فيه في درس ضمائر الوسط شارح فيه الحذف والحاجات دي كلها ممكن ترجع له، فبقول الرجل الذي كان يقود، يبقى درايفنج هنا اتحطت مكان هو درايفز او هو ووز درايفنج او هو از درايفنج. بحذف هو وبحذف فيرب تو بي بعوض عنهم مش يونت. بيبول كوت كان اصلها هو ووز كوت، تم حذف هو او هو وير كوت اسف، يبقى بيبول هو وير كوت الناس اللي اتمسكوا. ستيلينج ار امبريزند اتمسكوا هم بيسرقوا، ار امبريزند يعني مسكونين، برضه هنا تم الحذف تمام. فعشان كده استعملنا تصريف تالت. هنشرح الكلام ده بالتفصيل، هنعمل فيديو خاص بالتركات المهمه في ضمائر الوسط. أنا كتبت I wrote down all that I have done. وغالبا لما بتلاقي all و alone و only و some و much و little أنت بيبقى الأفضلية ل that مش ل which. زمان on the train last week was an old classmate. زمان I met. لما بتكون البداية بالمفعول يجوز حذف ضمير الوسط، لكن أصلها زمان هو I met. هنا بنحذف ضمير الوصل من غير ما نغير اي حاجه في الجمله، يعني بتحذف بس كان لم يكن له تاثير، يبقى اصلها زمان هو هوم اي ميت او هو اي ميت، فانا حذفت هو او هوم واكتفيت بدي بس. جمله 44 جمله ماكره جدا. لازم تفهم معنى الجمله، بيقول لك الطلاب wishes have come true are very happy. معنى الجمله دي ان الطلاب اللي امنياتهم اتحققت سعداء، فهنا wishes دي امنيات دي مش فعل يا جماعه. وطبعا انت على طول فهمت لان ستودنتس جامع فما ينفعش معاه اي اس، برضه دي حته تانية توضح لك لو انت مركز جرامر. يبقى هنا ذا ستودنتس هوز wishes. ذا بيبول ليفز لايفز اسف ذا بيبول لايفز برضه نفس الفكره اللي قلناها فوق، الناس اللي حيواتهم انقذت، جمع حياه هنا دي جمع كلمه لايف اللي هي حياه، اللي حيواتهم انقذت شكروا رجل الشرطه كثيرا. يبقى هنا برضه الاجابه ايه؟ هوز. خد بالك جملتين يعني جامدين جدا. At the end of our street there is a bakers. طبعا الابوستروف اس الملكيه دي بتحل محل المكان العمل صح كده؟ يبقى في نهايه شارعنا يوجد يا جماعه بيكر، يبقى وير حيث نشتري الخبز. Violent storms العواصف العنيفة are what people fear nowadays، هم ما يخشاه الناس هذه الأيام. الرجل خد بالك برضه جملة ماكرة، الرجل الذي نسكن في بيته رجلا كريما، يبقى in whose house. على طول لو أنت قلت in his house يبقى الجملة ماشية صح، يبقى أنا هحط هنا in إيه؟ whose house. الجملة رقم 45 he bought a car of which I can't remember the name، هو اشترى عربية اللي مش قادر افتكر اسمها. Have you seen she bought from يبقى what، شفت اللي هي اشتريته من معرض الكتاب، بوك فير اللي هو معرض الكتاب. زمان who is wearing، خدت بالك من الحتة دي؟ هنا ابوستروف اس اختصار is. الراجل اللي كان لابس the white shirt is أحمد's uncle، يبقى عم أحمد. name يعني اذكر اسم. the actor الممثل who الذي plays صلاح الدين، اللي لعب دور صلاح الدين كان أحمد مظهر على ما أذكر. هو فقد الكتاب، خد بالك he lost the book، خد بالك the book هنا object مفعول. I lent him last week، برضه هنا تم حذف which، كان أصلها which I lent him. تمام؟ It is said that he was a man، بيتقال انه هو رجل. To have the sight of an eagle يعني عنده مظهر لمظهر النسر الطائر المعروف. وشجاعة الأسد، يبقى هو appeared. أنا قابلت الدكتور اللي عربيته اتسرقت الأسبوع اللي فات، يبقى whose علاقة ملكية. The teacher whose students passed، اللي طلابه نجحوا في الامتحان كان فخور بنفسه. أنا عارف
he married her for her money. يبقى هو بيقول ان هو عارف، انا عارف هو ليه اتجوزها. I know why he married her for her money. ما تشتغلش مثلا واتجوزها عشان فلوسها. ماشي. قال المدير ذا مانجر اللي سكرتيرته كانت مريضه بشده، يبقى هوز علاقه ملكيه. دكتور مصطفى اللي كتبه whose books are distinguished مميزة. I saw my old friends in the garden we used to play when we were young. يبقى where، حيث كنا معتادين على اللعب واحنا صغيرين. هو غادر للأقصر. The city، خد بالك فيه في الآخر in، يبقى which he lives in. ما ينفعش استعمل where ما دام فيه في الآخر in. كده أنهينا تدريبات يونت 3. احنا بنحاول نحل بسرعة، نتمنى ان احنا نكون فدناكم في الفيديو ده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.